خفق الوسط، حاول تسديده و يعني كل جوه بالإعادة، خطأ لنفط الوسط في مكان جيد، كرات ثابتة كثيرة هذه المرة على محمد موسى، والقرار ركلة جزاء. اعتقد يعني خارج منطقة الجزاء، خارج منطقة الجزاء. لاحظ اعتقد خارج منطقة الجزاء، هاي توضح. لا 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 يعني هيثم محمد علي بناء على المساعد طبعا، مصطفى محمد، لا هاي الاخطاء. عاد منين نجيب الفار؟ يعني النجف بركلة جزاء ظالمة وبقرار خاطئ من مصطفى محمد. احنا عندنا اعادة وعندنا فيديو يعني، لكن هاي واضح. اعتقد يعني الوقوف للمساعد ما كان صح، النظر ما كان صح. الدولي هيثم محمد علي احتسبها خارج منطقته، لكن المساعد مصطفى محمد ركلة جزاء سجاد جاسم، سجاد للعندليب، سجاد نفط الوسط، سجاد ثاني للعندليب عن طريق سجاد جاسم. سجاد جاسم يعدل من ركلة جزاء غير صحيح، أقل ما أقول عنه. ركلة جزاء ظالم، ركلة جزاء غير صحيحة، ولكن 2-2 الآن.